تحياتي ومرحبا بالجميع. بعد أن تحدثنا في شريط سابق عن كيف تكون رجل استثنائي، سوف نتحدث اليوم كيف نغير من شخصياتنا ونقويها. فلربما يتبادر إلى ذهنك من حين لآخر هذا السؤال: ماذا أفعل لكي أغير من شخصيتي؟ والجواب عزيزي هنا يفرض عليك سؤالا، هو أولا تحدد ماذا تريد أن تفعل بداية، وذلك من خلال إجابتك على 4 أسئلة هامة تفرض نفسها هنا عليك بإلحاح. أولها: ما هو هدفك في الحياة؟ ثانيها: تفكر ما هو شغفك؟ ثالثها: تحدد طموحك وما هو الشيء الذي تريد الوصول إليه في حياتك؟ ورابعها: ما هي المهارات التي لديك وتريد تنميتها والتركيز عليها؟ فإذا كان باستطاعتك الإجابة على هذه الأسئلة 4 سوف تصل إلى معرفة ماذا تريد أن تفعل. ثم إذا حددت معرفة ماذا تريد أن تفعل، بعد ذلك تبقى الانطلاقة تفرض نفسها وكأنك في سباق محموم، وحتى تكون انطلاقتك بشكل صحيح لا ينبغي التردد كي تنجز مهمتك أكثر مما تتوقع منها، وبناء عليه يتم بعد ذلك المواصلة والاستمرار دون توقف إلى حين وصول النقطة التي حددتها. وهنا أهم نصيحة داعمة تقدم لأي متسابق في أي سباق هي أن لا يقارن نفسه إلا بنفسه، وأنه لم يوجد ليكون مثل أحد، وأن لا يربط حتى نجاحه بنجاح أي فرد. فكما هو معلوم في أي عمل لا يتأتى النجاح عن طريق الصدفة، بل هو نتيجة كذلك أحصرها في 4 نقاط مهمة أسلط عليها الضوء على سبيل الحصر كي أكون دقيق معك أكثر وأركز على كل واحدة منها على حدة، حيث إذا توفرت هذه الحقائق 4 على ما أعتقد تحل العقد الأخرى من تلقاء نفسها، ولا تحتاج لعامل خارجي تعتمد عليه لإعانتها. إذن لا عجب إن ركزت عليها دون أن أنبه إلى ما قد يكون أجدى منها، وهي قرار متعمد ومجهود واع مع مثابرة ثم إصرار، وأستطرد بالتفصيل لكل منها. قرار متعمد يعني عليك صديقي أن تقوم من حين لآخر بإغلاق جهازك المحمول والتلفاز والإضاءة وأي جهاز كهربائي من محيطك 5 أمتار أو أكثر، وتستمع إلى الصمت لمدة 15 دقيقة، وهو أفضل ما تصون به نفسك هنا الهواء الطلق بعيدا عن صخب المدينة والضوضاء وما يلف النفس بها من ترهات ومهازل، حيث في أحضان الطبيعة تفرغ النفس من مشاعر القلق والحقد لتسرع عملية شحن الفراغ في الحين بعواطف وإحساسات، وتتوالد أفكار جديدة تختمر في الذهن يمكن أن نقول عنها ممحات تمسح الاضطراب الذي يطغى على العقل. وكلما طال زمن خمرها تكون العملية ذات فعالية أحسن، حيث إن جسمنا أيضا يتكون من شحنات، بل يتأثر بكل الترددات من حوله كلما كانت قريبة منه حتى لو لم نكن نستخدمها أصلا. فإلغاء هذه الترددات تماما لفترة من الزمن يتم خلالها إعادة توزيع الطاقة بالجسم نحو الطريق الصحيح لليقظة الدائبة لاتخاذ قرارات صائبة. بعد ذلك ننتقل سويا ثانية للمجهود الواعي، ولا يتأتى الوعي إلا بالقراءة الجادة، فهي المصدر الذي يمد العقل بالوقود والأفكار الجديدة، لأنه بدون إدخال شيء جديد للذهن سوف يظل العقل في حالة تدوير نفس المعلومات. فهناك قانون أساسي اكتشفه علم النفس، أنه من المحال لأي ذهن بشري أن ينشغل بأكثر من أمر في آن واحد،
إن الاستغراق في القراءة إذا استولى على القلب واللب لن يبقى هناك مجال لوساوس اللهو وهواجس الريبة. لذلك كل ما عليك هو أن تتوجه بشكل صحيح نحو القراءة الجادة، ولا تعتبرها هواية للتسلية كما يظن البعض، بل تتخذها كأساس يساعد على تحقيق الأهداف والنجاح. وعليك أيضا ألا تتحمس للقلقلة العقلية المثيرة للهو كثيرا، وحاول أن تحسن في الوقت ذاته من الجادة والصواب، فإنه لا محالة واحدا من هذين الإحساسين سيطرد الآخر، كما قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالجرم أن نسقط في سهم التقاعس ونطمح في التغيير دون أن نفكر في تغيير أسلوب حياتنا. كما قال براين تريسي: إن العقل يمتلك فكرة واحدة في أي وقت، فإذا أدخلنا في عقلنا فكرة إيجابية أخرجت الفكرة السلبية التي تقابلها. فأقول: من يخشى على نفسه أن يتناول جرعة كبيرة من السم لا يستهين بجزء دقيق منه مهما كان منفولا فما بشكل أنيق يصيبه، فحتما سيودي بحياته. واسمح لي أن أعرج بك ثالثا نحو المثابرة، إذ القراءة كما ذكرت تعطيك المعلومة أو الفكرة في شكلها الخام، لذلك يجب عليك التحليل وبلورة النتائج منها. تلتقط حينها صورا واقعية حقيقية، تدقق فيما أصابها من إفساد وما شوهها من هوى، ولن تنظر إليها إلا بمقدار ما تستخلص منها من عبر. وأؤكد هنا وجوب حضور الدورات والندوات للمهارات المتخصصة التي تساعدك على تنمية ما تسعى إليه. بالتالي لن تجد عائق في ذلك، فكل شيء تريد ستجده متاح بين يديك. آلاف الدورات التدريبية وهي متاحة بشكل وفير تساعدك على التعلم. فمن المعلوم جدا أهم عوامل التعلم والتطور هي مبادرة الأفكار ومساعدة الغير، ومن خلال ذلك ستشعر أن لك قيمة وأثر في المجتمع، وهذا هو تحقيق الذات. بالإضافة لذلك ستجد من يساعدك بالتأكيد نحو التحفيز الذاتي وتحقيق الأحلام. ولهذا يجب أن تكون محاط دائما بالأشخاص الناجحين، تستمع لأفكارهم وتحاورهم كي تصيبك عدوى النجاح بالجد والمثابرة. ثم بعد رابعا يأتي الإصرار. يجب أن يكون لديك عزم وإصرار تبدأ بتطبيق ما تعلمته حتى أبسط الأشياء منها. كل ما عليك فعله تكتب الأهداف القصيرة الأجل والطويلة الأمد، بحيث من خلالها تحدد أهدافك حتى تستطيع قياس مدى إنجازك ومدى نجاحك في الوصول إلى ما تريد من طموحات. إن الإصرار وحده مصدر التوجيه للإنسان ليستطيع أن يرتفع عن سطح الأرض. ساعتها فقط تتغير الأحجام والأشكال في عينك، وتكون نظرتك أوسع مدى وأرحب أفق، وأنت أنت لا تتغير. إنما يتحول أمرك حسب السنة الكونية كتغيير حتمي من طور الصبا، طبعا غيرك يكون في طور الشباب، ومن طور الرجولة غيرك في الشيخوخة أيضا. ومن ثم وجوب ارتفاعك في مدارج الارتقاء الثقافي والأخلاقي والتغيير من حيث الأفكار والأحاسيس، وتبدل حتى من أحكامك على الأشياء حولك، فتصنع من نفسك شخصا مثاليا رائع. إن أعجبك هذا الطرح لا تنسى الإعجاب والاشتراك في الصفحة. مشكورا جدا على تحفيزك لي. وفي الختام عزيزي، لا يتم إنجاز هذه المهام إلا عندما تبدأ بالشروع فعليا، كأنك تجهز عقلك ونفسك لذلك، وتبدأ بإدراك تام وبلا وعي منك بتخطيط الطرق والسبل الممكنة لإنجاز هذه المهام. حينها سيكون الأمر أسهل. عموما كلنا نؤمن بهذا، لكن هل ترانا نملك الشجاعة دائما لنفعل ما نؤمن به؟ قد نرى كل منا يريد تغيير العالم، في حين أن الشيء الوحيد الذي في أمس الحاجة إلى التغيير هو تفكيرنا وذهننا، بعبارة أصح هو نفوسنا.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وهنا أكبر تنويه من رب العالمين بقيمة الإصلاح الفردي لصيانة الحياة العامة وإسعاد الأحياء. فالتغيير لا ينبت على وجه الأرض كالنباتات الفطرية التي تملأ الأرض المتخلى عنها دون أن يزرعها أحد، إنما هو كالزهرة لا ينبتها إلا الري وحسن التعهد. وإنه لأمر طبيعي تقبل عناء تفقدها وهواها على علة الشوك العالق بها. اصحى صديقي، نعم اصحى صديقي، فهل تظن أن الله زودك بثروة تافهة؟ هذه الثروة رأس مالك الأصيل، وهي جملة من المواهب مسلح أنت بها، لا يشاركك ولا يزاحمك فيها أحد. أدعوك اليوم لتجمع أجزاءك من رأسك إلى قدمك، وتحسب ثروتك من هذه المواهب الغالية تحصل عليها دون انتباه منك، وتنالها من غير جهد. سوف ترى أنها لا تقدر بثمن، حيث لا أظن ثمنا يكفيك مقابل جزء منها، وقد يفتديها الملوك بملكهم إن افتقدوها. ليتنا نعلم هذه الحقيقة جميعا، ولا تردنا عنها غمزات الشيطان، فلنتألق بمواهبنا في الحياة بشكل صحيح كيف نشاء. وبهذا القدر أكتفي كي لا أطيل عليك، شاكرا لك حسن تتبعك، وعلى أمل اللقاء بك في موعد لاحق بحول الله، ودمتم ترفلون في عافية وهناء.